بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. يوم السبت يوم السعادة، عشان بنكون فيه مع أصحاب السعادة اللي مقبلين على الزواج، وكمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية. وإحنا في الجزء ده بنكون بنعيش معاهم في نعمة ربنا سبحانه وتعالى ومن آياته. الله سبحانه وتعالى جعل من آياته سبحانه وتعالى الزواج، يبقى احنا تعالوا نشوف ازاي الجواز هيكون نعمة. تعالوا نشوف النعمة دي ازاي نديرها. من اكتر الحاجات اللي انا شايفها دلوقتي وبتكلم عن هذه الخبرة مع المقبلين على الزواج، وبتكلم كمان مع المتزوجين، ان حصل تغير في الادوار الموجودة في حياتنا. المرأة لما بكثافة نزلت للعمل تغيرت تركيبة الادوار الموجودة في حياة الناس، تغيرت تركيبة الأدوار في البيت، تغيرت تركيبة الأدوار في المجتمع. فعشان كده بقت في مهارة مهمة جدا 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 للي داخل على الجواز واللي كمان متجوز. المهارة دي بتتعلق بإيه؟ بتتعلق بالتوافق على الأدوار الزواجية. إيه المهارة الجديدة اللي أنت بتقول عليها دي؟ الناس وهم قبل الجواز كتير منهم بيبقوا عايزين يمسكوا المهارة دي ومش عارفين يعبروا عنها بالتعبير اللي أنا قلته ده. هم عايزين من الاول، هم حاسين ان في مشكله بتحصل بعد الجواز بين الناس بتختلف، هو ده مسؤوليتي ولا لا. وده اللي خلى بعض الترندات غير متزنه تبدا تعبس بالحياه جوه الاسره. فحد يقول ده هي مش ملزمه بده وهو مش ملزم بده، ده ليه؟ لان في مهاره مفتقده، اللي هي مهاره ايه؟ التوافق على الادوار الزواجيه. في حد يقول هو احنا محتاجين نتفق على ده؟ اقول لكم لثلاث اسباب. السبب الاولاني تغير الاداء الحياتي في حياتنا. في حد ادواره زادت، وفي حد اعباءه زادت. ادوار المراه زادت واعباء الرجل زادت، يبقى احنا محتاجين نتوافق. ادي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين نتوافق على الادوار الزواجيه، لان بقت حاجاتنا متشعبه، بقت تفاصيل البيت متشعبه، ما بقتش تفاصيل بسيطة زي زمان، بقت الحياة مركبة. الحاجة الثالثة إن إحنا في بعض الأحيين بنفاجأ إن إحنا بالأدوار دي وإحنا مش متأهلين ليها. فعشان كده لازم مهارة أساسية بقت في البيوت، ولازم ندرب عليها المقبلين على الزواج. وأنا عن نفسي بعمل كده. أنا عن نفسي لما باجي بتكلم عن المقبلين على الزواج بخليهم يتفقوا على الأدوار الزواجية لما ييجوا يستشيروني. المهارة دي بتحتاج مننا ان احنا نبقى عارفين ان اكتر وقت هنكون محتاجين نتكلم عن المهارة دي سنة اولى جواز او حديث الزواج، وبتستمر معانا مدة طويلة. يعني الاتفاق على المهارات على الادوار الزواجية مهم جدا جدا، بيفضل معانا. والخلل في الادوار الزواجية بيخلي في بعض الاحيين حالة من حالات الاحساس بالحق والظلم بين الطرفين بدون داعي. انا شايل اكتر مما اتحمل، لكن لو توافقنا الكلام ده بيخلص ايه بسرعه. وعشان كده في البدايه محتاجين نوضح شيء مهم جدا جدا جدا. احنا عايزين نتعامل مع الجواز كنعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. وايه اللي بيحصل وبنتامل فيها؟ فشريك الحياه معانا ممكن يفتح لنا باب عالم جديد، عالم احنا ما نعرفوش، اللي هو عالم الرقة والمحبة وعالم الود والتودد والسكينة والرحمة. ده أول حاجة لازم نلتفت إليها. الحاجة التانية اللي لازم نلتفت إليها، مش هينفع نوزع الأدوار الزواجية وإحنا بيقوم الأمر بينا على الصراع، أو بيقوم بينا على حالة من حالات التنافس. لكن الأدوار هتتبني على مسألة المحبة، على إن ده حبيبي ودي حبيبتي. لكن مش هينفع ان الادوار نحطها على اساس ايه؟ على اساس ان ده عدوي والمنافس بتاعي، وما ينفعش ان هو ياخد اقل مني، او ينفعش ان هو ياخد اكتر مني. الفلسفه دي ما تنفعش، ده فساد. واكتر حاجه الجواز بيفتحها لنا انك تدخل عالم من العباده جديد، اللي هو العباده في الانسان. فيبقى الست شايفه ان جوزها، والراجل شايف ان مراته، محراب عبادة. يعني ايه محراب عبادة؟ كل واحد فينا بيعبد الله في التاني، ده الاصل التالت. يبقى الاصل الاولاني احنا محتاجين نعرف ان الجواز نعمة، الاصل التاني احنا محتاجين
ببساطة نكون مع بعض أحبة مش أعداء. تالت حاجة إحنا هنعبد ربنا في بعض، ودي حاجة مهمة جدا نشوفها بقى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كل واحد يعتبر زوجته وهي تعتبره إن كل واحد فينا محراب للتاني، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خلى لينا التعامل مع الزوج والزوجة أعلى درجات العبادة. خير درهم درهم تنفقه على أهلك. يعني إيه؟ يعني أنا لو حطيت الفلوس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، يعني اللي عايز يجي يجلس جنبي في عليين يكون خير الناس لأهلي، يعني ما يبقاش زي القرع بيمد البر. اللي عايز يقعد جنب حضرة النبي يقعد مع حضرة النبي وهو من الأخيار في بيته. يعني أنت لو كنت عايز تكون من الأخيار تعمل عمل في حياتك تجبر خاطر مثلا إيه؟ تجبر خاطر أهلك. يبقى لو كان عندك الخيار إنك تعمل نفع وإنك تجبر خاطر زوجتك فتخرج معاها مثلا، وإنت قاصد بذلك إن أنت تدخل السرور على قلبها وتحسسها بنعمة ربنا عليها، مش إنك أنت بتمن عليها، لأ، بنعمة ربنا عليها في الجواز، أو إنك أنت تروح تعمل نفع، لا 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 لا، في المطلق كده دوت ان انت تخرج مع امراتك وتدخل السرور على قلبها ده اولى من العباده النفل. للدرجه دي. طيب نعمل ايه عشان يكون عندنا مهاره التوافق على الادوار الزواجيه؟ لان واضح المساله دي مهمه قوي. هناك ادوار متفق عليها ان هي من ادوار للمراه، مثل الاداره، انا بسميها كده، اسمعوا مني التعبير ده وحاولوا تجعلوه في قلوبكم وفي بيوتكم. حاجه اسمها الاداره الجماليه للمنزل. المرأة لما بتنظف المنزل أو بتعمل كده في المنزل دي بتجمله، فلازم لما تعمله بنكهة الجمال، وهو لو ساعدها برضو يساعدها بنكهة الجمال. يبقى الإدارة الجمالية للمنزل دي مسؤولية المرأة، والحفاظ على الموارد المنزلية اللي هو الاقتصاد، اللي جزء منها الاقتصاد المنزلي، متفقين إن هو من أدوار المرأة، والراجل لو عمل الدور ده بيخربه، وإحنا عارفين كده، التجربة بتقول كده. وهناك أدوار متفق عليها إنها أدوار للرجل، مثل الإنفاق وحماية المنزل من المخاطر. ما ينفعش في واحد داخل يتعدى على البيت وهي الست هي اللي تطلع له تقابله، لا خالص، ده دور من أدوار الرجالة. وهناك أدوار بيتم التوافق عليها ما بين الزوجين، مثل ما يتعلق بالتواصل مع الأهل والأصدقاء، احنا نتفق مين هيتواصل وهيعمل ايه، نتفق مع بعض. أول حاجة لازم نعرف إن الأدوار ما بين الزوجين بتتقسم وفق ثلاث صفات. لما نيجي بقى التوافق، هنتوافق بقى على الادوار ازاي؟ اللي هيقوم بالتواصل مع الاهل والاصدقاء، او اللي هيستقبل الاهل والاصدقاء، او اللي هيعمل ده يعمله لو هو فيه كم صفه؟ ثلاث صفات. ايه الصفه الاولانيه؟ انه يكون عنده اتصال ملهم. لما بيتواصل مع الناس يدي لهم احساس بان البيت بيتهم، واحساس كده اتصال ملهم. وهو كمان يقدر يلهم زوجته بان احنا بنعمل حاجه خير وصدقه وجمال وفضل، فتحس كده ان هي بتعمل بتستقبل الناس، او هي بتتواصل مع الناس، او بتعمل ده، بتعمل الكلام ده بسعاده. الحاجه الثانيه التغاضي الاريحي. يعني لو حصل حاجه ولو حصل خطا يتجاوز. ولذلك سيدنا انس بن مالك بيقول انه خدم رسول الله 10 سنين فلم يقل لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. بالمناسبة القصة المشهورة أول لما رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ستنا مؤيمن عن السيدة عائشة، قالت له لا أعلم عنها إلا كل خير، إلا أنها تنام حتى يأتي الداجن فيأكل عجينها. يعني إيه اللي حاصل؟ في خطأ منزلي بتعمله السيدة عائشة، وما سمعناش أن حضرة النبي لقال ما بال أقوام ينامون حتى يأتي الداجن ويأكلوا، ما حصلش. يبقى حضرة النبي عمل إيه؟ قال على عندكم من طعام؟ قالوا لا، ما هو الداجن اكلته. قال اذن اني صائم. يا سلام على التغاضي، فلازم يبقى فيه تغاضي اريحي. فحضره النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقف على الحاجات الصغيره، ما كانش يقف على الواحده. ولذلك حضره النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشوف عشرته كانت ازاي. الحاجه الثالثه بقى في التغاضي بعد التغاضي الاريحي، الطموح الشامخ. لما حد يجي يعمل حاجة، يعمل دور، ما يعملوش كده أي حاجة، لا، يعمله ويخلي الدور دوت عظيم، ويقدم قيمة إضافية، وينفع البيت، ويخلي البيت في غاية الرقي ويطوره. إذا كل دور من الأدوار الموجودة في الزواج وفي إدارة البيت لازم يقوم بيها
يكون عنده الثلاث صفات دول، سواء الادوار الخاصه بالست او الادوار الخاصه بالراجل او الادوار اللي هيتفقوا عليها، لازم يكون فيها الثلاث صفات دول. اول صفه لازم يكون الشخص دوت عنده ايه؟ عنده اتصال ملهم. الصفه الثانيه لازم يكون عنده اغضاء اريحي. الصفه الثالثه لازم يكون عنده طموح شامخ وامل واسع، عشان البيت ما يبقاش هو بيقوم بالدور ده البيت يقع. فكل الادوار دي اتفقنا على ان هي لازم يكون فيها الصفات الثلاثه دي. طب لما يكون الصفات الثلاثه فيها ايه؟ الدور يبقى دور حقيقي ويبقى قيمه مضافه. على فكره مش ضروري يكون الشخص ده دايما الزوج او الزوجه، ممكن الادوار نتبادلها حسب الحاجه، وممكن يكون مع الزوج وبعضها مع الزوجه، وده على حسب ان مين عنده الثلاث صفات دول. فالدور يبقى في احسن احواله. ويمكن دوت يكون احد التفسيرات لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هو ايه اللي حاصل؟ الثلاث صفات ديت لو فيها تقوم بالدور، ولو فيه يقوم بالدور. وعشان كده لو احنا عندنا التوافق على الادوار ده هنتخلص من اهم مشكلتين بيقابلونا في اول الجواز. ايه اهم مشكلتين؟ المشكله الاولى من القائد، مين اللي هيسوق، والمشكله الثانيه من المعيار. فساعتها مش هيبقى عندنا مشكله، لان مين القائد اللي فيه الثلاث صفات دول. طب ومين المعيار؟ اتخلصنا من الجزء الاولاني في مين المعيار، بس يبان بقى المعيار بقى احنا مثلا واحنا بنتكلم على مين مدارس الاولاد وعلاقتنا بالاصدقاء وكم العزومات بتاعت البيت، هنتوسع فيها ولا هنضيق ولا هنعمل ايه؟ فسؤال مين المعيار ده هيتوزن البيت بيه لو جاوبنا عليه صح. طب مين المعيار بقى؟ الاجابه عليها ان المعيار لا الزوج ولا الزوجه. ازاي بقى؟ طب ما هي جايه بالقيم من بيتها، ما هي متربيه، وهو جاي من قيم من بيته، ما هو متربي. اقول لكم بس ببساطه لو تغيرت ترتيب القيم بينهم هتبقى في ازمه. طب الحل هو ايه؟ ان في ثلاث قيم بتحكمنا. الثلاث قيم اللي بتحكمنا هي ايه؟ هي القيم الثلاثه العليا، وهي القيم الثلاثه الاساسيه اللي بتضبط البيت. ايه هي؟ الرحمه والخير والجمال. يبقى هنعمل ايه لما نيجي نتفق على حاجه؟ نتفق ايه؟ يبقى ناخد الحاجه الاكثر رحمه والاكثر خيرا والاكثر جمالا. فمثلا استثمار موارد البيت، بتكون الزوجه ليها معرفه اكثر باحتياجات البيت، وعندها قدره على معرفه الاسهار المناسبه والاماكن اللي ممكن تشتري منها، احتياجاتها بجوده كويسه وباسعار مناسبه. واحنا عارفين قدره المراه على الفصال مع البياعين، يعني اي بياع يحب يبيع للرجال ويتعب من البيع للستات. بس على فكره هو فعلا عارف ان الست اللي بتفاصل هتشتري. يبقى ايه اللي حاصل؟ يبقى الاكثر خير للبيت والاكثر رحمه للبيت والاكثر جمال للبيت ان هي في بعض الحاجات المتعلقه بالاقتصاد تكون للمراه فيما يتعلق بالبيت. وبالنسبه للزوج فممكن يكون عنده خبره في العلاقات ويكون ليه نظره وقدره على التعامل مع انماط الشخصيات المختلفه. وعلى فكره والست كتير قوي ما بتحبش تاخد القرار. يعني فكرة إن الست عايزة تلغي دور الراجل دي قليل من الستات الغير متزنات اللي بتحب ده. ده أكتر حاجة بتستمتع بيها الزوجة في كتير من الأحيان، إن قرارات ما تحبش تاخدها. في قرارات ما تحبش تاخدها وتفضل متحيرة فيها. إحنا هنعمل إيه بالفلوس اللي إحنا مدخرينها؟ هنحطها في إيه؟ هي يبقى عندها إحساس بس هي طول الوقت خايفة لو حطيناها هنا نخسر. فمهارة توزيع الأدوار لها خطوات لازم نقوم بيها عشان نقدر نعملها. عشان الزوج يقدر يقوم بأدواره وزوجته تتقبل ده منه لازم يكون الزوج فيه سبعة. هنا بقى هنقول بقى الصفات الأدوار اللي هيقوم بيها الزوج فتقبل الزوجة منه القيام بأدواره. أول حاجة احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن ده، إن الزوج يكون ساعي، يكون بيكتسب، ما يكونش عاطل. تاني حاجة الزوج يكون حامي، بيحمي الزوجة، حتى بيحمي الزوجة من نفسه ومن عصبيته ومن كمان رعونته. تالت حاجة الزوج يكون راعي. يعني ايه الزوج يكون راعي؟ بيرعاها، بيخاف، بيحاول يحقق لها اللي يريحها. تالت حاجة، رابع حاجة ان الزوج يكون حمال، بيشيل. والست ما بتحبش خالص الشخص اللي يشيلها، لكن بتحب الشخص اللي يشيل. كمان بتحب الزوج الفخور، ان هو يكون فخور بيها، رقم خمسة. وبتحب الزوج كمان الغيور عليها، رقم ستة. وبتحب الزوج اللي يقود ولكن بحكمة،
سبع صفات دي الشخص لو هو متوفرة فيه الزوجة يعني مش هتتنازع معاه في الأدوار، بتحبه، هي عشقاه. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات دي احنا خدناها من شخص حضرة النبي. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مخلي بيته، وكان حضرة النبي كل ما يجيله مال ينفقه على أهله، وكان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لأهله كل ما يحبوه. إيه اللي حاصل؟ لدرجة إن هو يعمل إيه؟ لما يجي حاجة كان أكل كان بتحبه السيدة خديجة يطلب إن صاحبتها تيجي تاكل معاه، فهم شايفينه، وكان بينفق في حيث بما وسع الله سبحانه وتعالى عليه. وكانت بقى الصفات الأخرى موجودة في حضرة النبي. طب والست بقى إيه الصفات اللي فيها تخلي الراجل ما ينزعش على دور ولا يحس إن هي مقصرة لأي حاجة؟ برضو سبع صفات. إن هي تكون أول صفة، صفة أول حاجة إن هي تكون مقدرة لظروفه فمتفاهمة لظروفه. تاني حاجة تكون ممتنة بتمتن له. تالت حاجة بتكون وبتعبره على الامتنان ده. تالت حاجة بتحترم خصوصيته. مش معقولة يعني تعتبره ابنها الصغير اللي مش عارف يعمل أي حاجة، فكل كل شوية بتنبهه وكل شوية بتنتقده، فهو شايف إن هو مش مالي عينيه. تكون واثقة فيه. رابع حاجة الرجالة بتتوجع جدا جدا من عدم ثقة الستات فيها. خامس حاجة تكون بتعبر له عن حبها وخاصة قدام الآخرين. سادس حاجة إن هي تكون متقبلة لقيادته. سابع حاجة إن هي تكون داعمة ليه. والاتنين لو قاموا لو توفر فيهم السبع صفات دول لازم يقوموا بأي عمل يتوفر فيه خمس عناصر. ما يعملوش يا خمسة جيم بقى الجدوى، ما يعملوش حاجة إلا وليها جدوى. تاني حاجة يعملوا الحاجات بجدية. تالت حاجة ما يعملوش حاجة إلا وعندهم جدارة، عندهم جدارة وقيمة وعندهم جدارة ومهارة يعملوها. رابع حاجة يبقى ليه جودة، مش بنعمل أي حاجة وخلاص، مش بنكنس الحاجة ونحطها تحت الكليم أو تحت السجادة. خامس حاجة يبقى فيها جمال، لازم الحاجة تتغلف في جمال. طب تعالوا نقول بقى شوية إجراءات عشان نساعد الناس إن هم يعملوا الكلام ده. تعالوا أول إجراء بقترحه على حضراتكم إن يتفق كل واحد مع شريك حياته على المهارات والجدارات اللي بتأهل كل واحد فيهم للقيام بأدواره، نتفق كده. تاني حاجة يساعد شريك حياته لما يطلب منه مساعدة، مش إنه ده دورك وخلاص وشيله. لا، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بقى ما فيش حاجة اسمها إن ده دورك وشيله، أنت طيب افرض تعب ولا ما هو حبيبه بقى. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فكان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وكمان يرفع ثوبه صلى الله عليه وسلم، ويعمل كل الحاجات اللي هو يستطيع ان هو يعملها بابي وامي. ولو حد اي حد ادعى ان هو عنده مشاغل وما يقدرش يعمل الكلام ده، ده حضره النبي ده شايل، مش هقول شايل هموم الامه، قلبه واسع للامه ودوره واسع لكل الامه. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بابي انت وامي يا رسول الله، ده رسول الله. فكونوا يعمل كده فهو بيعلمنا احنا كمان. ولذلك اللي يحصل لازم كل واحد فينا يساعد شريك الحياة ويساعده على التطوير دايما. تالت حاجة نستشير خبير في العلاقات الزوجية لما يحصل بيننا خلاف على توزيع الأدوار وإحنا مش عارفين نتصرف إزاي. رابع حاجة وشكل مهم جدا جدا جدا، لازم كل واحد فينا يمتن لكل واحد، كل واحد بيقوم بدوره. اوعوا، عارفين الامتنان ده إكسير، الامتنان ده شهد ممكن يخلي الواحد يقوم بالدور طول الوقت. اوعوا تستصغروا الامتنان، اوعوا تستصغروا اللي انت تقول لها تسلم ايدك على الاكل، اوعى انت تستصغري ان احنا من غيرك ولا حاجه. الكلام والامتنان ده ليه اثر السحر، والناس بتدور على الاحتواء البديل لما ما تلاقيش الامتنان في البيت. الامتنان عباده، عباده خالصه تدخل العبد في عبقريه وقولوا للناس حسنا، وفي عبقرية ماذا؟ وتعاونوا على البر والتقوى. يلا تعاونوا على البر والتقوى، وكل واحد فينا ينوي أنه يمتن لشريك حياته عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الحياة منيرة وجميلة. عارف أن الحياة، أن الحلقة النهاردة، وعارف أن كلامنا عن المهارة النهاردة كان ما شاء الله مليان. أنا أقول لكم حاجة، إحنا محتاجين نذاكر الحلقة دي شوية، ومحتاجين وانا انتظر اسئلتكم عن الحلقه دي ازاي ننفذها وازاي نعملها، لان الحلقه دي ياما ناس وقعت في فخ التنازع على الادوار، وياما ناس وقعت كمان
في فخ التنازل عن الأدوار. ممكن نعمل الأدوار دي بالشكل ده، وربنا يوفقنا ويجعلنا دايما في مدده وفي رشد وفي بركة وفي نور وفي بصيرة. يا سادة، صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسره، بنتلقى عليه أسئلتكم، ونظل في مجلس النور، ونظل مع الله سبحانه وتعالى نتلقى مدده وخيره وبركته، عشان نفضل دايما بنحقق مراده سبحانه وتعالى. وناخد أول سؤال النهاردة، وصلنا أول سؤال النهاردة من السيدة أم يوسف. أم يوسف، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله فضل ونعم، والله العظيم منك نستفيد يا شيخ، والله العظيم. الله يعز حضرتك. والله العظيم غيرت حياتنا 180 درجة، في أولادنا وبيتنا وأزواجنا وكل حاجة، والله الله يبارك لك. ربنا يحفظك والله، ربنا يبارك. الله يبارك لك، الله بدعي لك كل سنة، الله يبارك لك، الله يبارك لك. ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري يا ستي. أنا بس الله. عندي كم سؤال يا شيخ كده في القرآن الكريم. اتفضلي يا ستي. أنا بختم القرآن كل 10 أيام وبس. ايه، ما لا انا لازم اشرب بعد لازم اشرب حاجه بعد الكلام اللي انت قلته لي دي، ربنا يكرمك. الله يخليك. قولي لي يا ستي، بتختمي القران كل 10 ايام وبعدين؟ بس انا لما باجي الصوره اللي بعديها مش بقرا بسم الله الرحمن الرحيم، اقراها كده ولا لا؟ لا، اقرا بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا متفق على ان بسم الله الرحمن الرحيم بتستفتح بيها السور كلها. والسؤال الثاني بعد اذنك. اتفضلي. انا ولادي بيروحوا الكتاب، بيكون علي يعني العذر الشرعي يعني. بلبس جوانتي وبحفظهم الصورة اللي عليهم كده، علي حرمانية ولا حاجة؟ حمل المصحف، ما انت حط المصحف على حامل او وقلب المصحف. انا جوانتي يعني. ما انا بقول لك الاحسن تحط المصحف على حامل وتقلب المصحف، ده يخرجك من كل خلاف، وتقلب المصحف باي حاجة، تحطيه على حامل وتقلب المصحف باي شيء، ودوت ما فيهوش مشكلة. ماشي. طب اللي بيختم المصحف يا شيخ كده يعني بيشفعل في يوم القيامة، حفظ ولا قراية؟ الاثنين ان شاء الله، الاثنين يكون يوم كرامة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لك يا شيخ، يجيبك خير ان شاء الله. ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة يا ام يوسف. الله يخليك يا شيخ. الله يبارك لك. انا ليا طلب يا ام يوسف. نعم يا شيخ. يعني تخلي اولادك وهم راجعين من الكتاب من غير اثقال، وانت لو تكرمتي عليا بعد اذن حضرتك مع كل ختمة تدعي لي. أدعي لك وكل صلاة بدعي لك يا شيخ. أقول لك غيرت حياتي 180 درجة، عيالي وبيتي وكل حاجة. ربنا يحفظك يا ستي، ربنا يزيدك. ربنا يبارك لك ويزيدك خير إن شاء الله، يكون كده يا رب يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك لك. طيب اتفضل يا أستاذ أحمد. ألو. أهلا وسهلا، إزيك يا حاج أحمد؟ اتفضل. أهلا بيك. أنا ليا سؤال بس هو خارج موضوع الحلقة يعني. اتفضل. لو الإنسان صحي بعد الشروق فبيصلي الفجر قضى، وإيه الفرق ما بين الفجر، صلاة الفجر وصلاة الصبح؟ طيب أجاوب على حضرتك يا حاج أحمد حالا. متشكر أوي. بص يا حاج أحمد، إحنا عندنا يعني في فكرة كده خطأ بنرتكبها، إن لما نقول صلاة الصبح أو صلاة الفجر دول في فرق بينهم. القرآن بيعبر عن صلاة الفجر بالفجر، والسنة بتعبر عن صلاة الفجر برضو بالصبح. من فاته ركعة من الصبح، فالتعبيرين موجودين، لكن إحنا اللي إحنا بنتكلم عنه سنة الفجر اللي هو ركعتي الفجر. ركعتي الفجر دول يعني المقصود بهم السنة، فما حدش يقول إن الفجر ده اسم لركعتي السنة والصبح اسم لصلاة الفجر اللي هي فرض. الاثنين، الفجر والصبح، اسم لصلاة واحدة هي صلاة الفرض اللي هو ركعتين، اللي إن المذاهب زي مذهب السادة الشافعية يقنطوا في الركعة الثانية. يبقى صلاة الفجر دي وصلاة الصبح دي حاجة واحدة. طب وصلاة السنة؟ صلاة السنة دي اسمها ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هي سنة مؤكدة، رسول الله ما تركها في سفر أو في حل ولا ارتحال. السؤال الأولاني بقى، إن صلاة الفجر اللي هي صلاة الفرض تقضى؟ نعم تقضى، ولو إن إنسان استيقظ بعد الشروق، فصلاة الفجر كمان تقضى إن شاء الله، وإن شاء الله تقضى، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يكون معفو عنها إذا كان الإنسان غير مقصر إن شاء الله. السيدة أم حسن تتفضل. أيوة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاجة. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. طب أنا ممكن لو سمحت قبل لو سمحت بتاعت حضرتك إن أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ وطي التلفزيون. اتفضلي. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. اتفضلي يا ستي. السؤال الأولاني، أنا عندي ثلاث أولاد وبنت. الثلاث أولاد متجوزين ومخلفين كل واحد ثلاثة وعندهم ثانوية عامة وأعداد. فبساعدهم عشان الدخل بتاعهم قليل. طيب. هل ده يعتبر عافيه لان بنتي مش محتاجه فبتقول لي لا لازم اخد زيه؟ طيب اجاوبك، ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني، انا حاطه فلوس في البنك عشان انا ما كنتش قادره اشتغل، فبعت المحل وحطيت الفلوس في البنك. ربنا يبارك. الفلوس بتاعتي دي حرام ان انا اكل بيها واشرب بيها واساعد ولادي بيها؟ حاضر اجاوبك يا حاجه محاسن. في سؤال ثالث؟ انت الشيخ. في سؤال ثالث؟ لا شكرا يا سيدي. طيب يا ستي حاجة محاسب، اتصرفي فلوسك زي ما انت عايزة واللي انت بتعمليه ده صح، وبنتك مش ملهاش حق تقول لك انا عايز اخد زي اخواتي. ليه طيب؟ انت بتعطي الفلوس وفي معنى، ده باتفاق، ده جائز باتفاق المذاهب، ان انت لو ميزتي حد لمعنى فده جائز. عايزة تساعدي ابنك اللي هو عنده اعباء، وبعدين بنتك دي سواء هي في رعايتك او سواء هي بتشتغل أو سواء هي في رعاية زوج، هي مش من حقها تنظر إلى أموالك. يعني هي دلوقتي ليها ذمة مالية مستقلة وأنت ليكي ذمة مالية مستقلة، إشمعنى دلوقتي يعني حبكت إن هي تبص لمالك؟ تصرفي في مالك كيفما شئتي كيفما شئتي، وخاصة في الظرف اللي أنت بتحكيها حاجة محاسبة. الحاجة الثانية، إحنا اتفقنا على إن وضع إيداع المال في البنك ده من قبيل التمويل، وهذا حلال، وهذه أموال ينفع تحج منها وينفع تاكل منها وينفع تتصدق منها، ينفع تحطيها في المسجد، ينفع تعملي بيها كل ما تفعليه بالأموال الحلال الذي رزقك الله سبحانه وتعالى ووسع عليك بها. فافعلي في هذا المال ما تشائين، وربنا إن شاء الله يبارك لك ويجعلك دايما في صحة وإن شاء الله وفي سعة الرزق. يا سادة مستمرين معاكم، هنكمل معاكم أسئلتكم المباركة ونتلقى أسئلتكم ونجيب عليها، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضرتكم ومعانا اسئلتكم المباركه، ومعانا استاذ صالح من دمياط. استاذ صالح. السيد صالح. استاذ السيد صالح، اتفضل يا استاذ سيد. بص انا قاعد الفراش. طيب يا سيدي ربنا يديك الصحه والعافيه وان شاء الله يجعلك في خير حال. اليوم لما بطلع الشمال فار وبتصليتي لا اتمكن من الوضوء، لاني نايم على السرير وقدامي كنبتين كده الناس لما بتيجي تزورني بتقعد عليهم، وعلى يميني المروحه. لما باجي اقضي حاجتي بزقل من على السرير كده على المكان بقضي فيه حاجتي. طيب فالمكان اللي بقضي فيه حاجتي ده ملزوق جنب دماغي وانا بنايم. الحمد لله. ربنا ان شاء الله يجعلك يجعلك ان شاء الله في خير حال. كل ده في ميزان حسناتك يا سيد صالح. والله يعني حمد ربنا وصابر. طيب سؤالك يا حاج سيد. اني اعمل ايه في حكايه الوضوء؟ طيب يا سيدي انت ما عندكش حد يوضيك خالص يا حاج سيد. اني طبعا المكان اللي انا قاعد فيه السرير قاعد عليه ما بنزلش، والكنبتين الناس جنبي. انا قصدي يا حاج سيد انت ما عندكش حد يوضيك. انا عندي زوجتي، بس ايه لما بتيجي تتوضيني بتعمل مشكله في البيت. ازاي؟ السجاد مفروش على الارض، الكرسي اللي انا بقعد عليه قضى حاجتي، المكان ضيق، ولكن بتنقل في جنب وبتوضيني. بس بتوضيني دي بتبل السرير وبتبل الارضيه. لا مش هنبل، هنجيب حاجه تحت حضرتك وتوضيك. اذا ما كنتش قادر واذا كان دوت مش صعب عليك ومش هتعرف، تيمم. يعني ايه؟ يعني حضرتك. أيوة انا عايز اقول لحضرتك حاجه بقى. انا في النقطه دي انا بتوضى مره واحده في اليوم. طيب واتيمم بقيه الخمس صلوات، هل يجوز؟ انت مش لاقي حد يوضيك في الخمس في بقيه الصلوات؟
ماني زوجتي موجودة، بس زي ما قلت لك ان انا لما باجي اتوضأ بعمل مشكلة في البيت. ازاي؟ اسمعني بس حاجة، اسمعني بس حاجة صالح، اصل المشكلة دي احنا ممكن نعالجها. بص حاجة صالح، بدل في حد يقدر يوضيك ما يوضيك ما يوضيك ومن غير ما نعمل مشاكل. اصل دلوقتي انت عندك المية وعندك من يوضيك، فانت دلوقتي أيوة لو في وسواس. اسمعني بس، اسمعني بس حاجة صالح، اسمعني بس حاجة سيد، لو ان احنا عندنا وسواس احنا لازم نعالج الوسواس ده. فاسمعني ببساطة خالص، احنا عندنا بس ببساطة خالص زوجتنا هتوضينا بسهولة خالص خالص، وممكن توضينا واحنا عندنا حاجة مبلولة وتمشيها كده على الأعضاء، ويبقى المية كده تنزل على الأعضاء ونحط تحتها الفوطة. طيب المية تيجي على الأعضاء. اسمعني بس يا حاج سيد عشان بس أقول لك، فهي توضيك من غير ما تبل أي حاجة، هتحط فوطة وتمشي وتخلي المية تنزل على أعضائك وتنزل المية على الفوطة. أدي المسألة. فتوضيك. اسمعني بس اكمل حاجه. أيوة. انت يجوز لك ان انت تجمع صلاتين بوضوء واحد، بوضوء واحد. أيوة. ويجوز ان انت تجمع الصلاتين بوضوء واحد. أيوة. ليه؟ طيب عشان الحال اللي انت فيها، فيجوز ان انت بدل في وضوء، بدل انت قادر تتوضى فتوضى. احنا بنتكلم على مين؟ على حد قاعد لوحده وما عندوش حد يساعده وما عندوش حد يوضيه هيتيمم. فاحنا عندنا حد يوضينا ولا لا؟ لا زوجتي موجوده. خلاص توضيك، توضيك حتى عشان يبقى فيه بر. طب كمان حاجه اقولها لك. اتفضل يا سيدي على دماغك. انا بقرا المصحف كل 6 ايام. الله اكبر، ربنا يكرمك. الله يخليك. ولكن انا بقرا من غير يعني، انا مثلا بصلي واقرا، وانا كنت بتيمم، ما كنت يعني انا زي مره واحده في اليوم. بص بص، خلينا دلوقتي بدل انت اتوضيت زي ما قلت لك كده. لا انا بتيمم، انا كنت بتيمم اتوضى مره واحده في اليوم واتيمم بقيه الصلوات. ماشي، انا اللي كنت ماشي عليه كده، انني بتوضى مره واحده في اليوم وانني اتيمم في بقيه المرات. ولكن انا بجيب المصحف اقرا فيه يوميا 100 صفحه، كل يوم ليا وتر 100 صفحه بس. كويس. بقرا القران بست ايام. كل ده لكن كل ده ثوابه حاصل ان شاء الله. كل ده ثوابه حاصل. بس انا برضه من غير وضوء، يعني انا بقرا المصحف وبمسك المصحف، والمصحف لا يمسه الا المطهرون. بص يا سيدي، كل اللي انت قريته، اللي قريته بلسانك ده ثوابه حاصل ان شاء الله يا حاج سيد. يعني كل اللي قريته بلسانك ده يا حاج سيد ان شاء الله ثوابه حاصل. الامر الثاني يا حاج سيد، انا خلاص جاوبتك على سؤال كمان بتاع قراءة القرآن، بس أنا عايز أقول لك حاجة يا سيد، أستحلفك بالله، أنت في نعمة من ربنا، أنت مفتوح ليك أبواب السماء، فبلاش الحزن والكسرة اللي عندك دي، أنت بفضل من ربنا، أنت ترفع إيديك للسماء إن شاء الله مش بينك وبين الله حجاب، فادع كتير واسكن، واللي أنت فيه ده محتاج إن أنت ترتاح، تهدى، مش محتاج إن أنت تتوجع وتزعل على انك انت مش قادر تتحرك. بص يا سيدي، احنا لما نيجي نزورك سنجد الله عندك، فانت في معية الله، فخليك دايما مطمئن ان انت في معية الله وفي قرب الله، وان شاء الله ربنا يكرمك، وخاصة انت من اهل الذكر اهو، فانشرح صدرك كده وخليك ان شاء الله في فضل ونعمة، وما تبقاش حالتك كده يا حاج سيد، ان شاء الله ربنا يكرمك. معانا الاستاذة هدى. من استاذة هدى؟ ايوه اتفضلي يا استاذه هدى. ماشي، لو تكرميني. أيوة. يا استاذه هدى بس توقف التلفزيون وتسمعيني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. كده ماشي. حاضر، اتفضلي. اقول لك انا عندي دلوقتي اخواتي قاعدين جامد قوي، وبعد كده مشوا من البيت، يعني هم اتجوزوا مشوا من البيت. ماشي. انا دلوقتي محتاجه، وهم دلوقتي مقرفين في حته فلوس، محتاجه بيجيبوا لي حاجات علشان ايه يرجعوا تاني للاذيه ووجع قلبي تاني. انت واخد بال حضرتك؟ معلش انا متصور، انا اعيد عليك حضرتك اللي انا جمعته من سؤال حضرتك، ان حضرتك اخوات حضرتك اتجوزوا وانت قاعده لوحدك، وهم بيجيبوا لك حاجات مش مكفياكي، هل ده صح؟ لا مش مكفياني، لا عشان يعدوا الاذى تاني، هم كانوا بيأذوني شيلتين وضرب وقله ادب وحبس وحاجه زي كده. طيب وبعدين دلوقتي ايه اللي حاصل؟ فانا دلوقتي بيحاولوا يعدوا الحكايه دي تاني
بكلام المدير يجيبوا لي حاجات وانا مش عارف الحاجه دي. ليه يا بنتي؟ ما هو عايزين يصلحوكي. هم مش عايزين يصلحوني، عايزين يرجعوا تاني يحبسوني ويضربوني ويشتموني ويطلقوني من جوزي. يعني هما دلوقتي عايزين يجيبوا لك الحاجات دي عشان يطلقوكي من جوزك، زي بلغتنا كده بيتسحلبوا عشان يطلقوكي من جوزك؟ ايوه الله ينور عليك، عشان يرجعوا يجيبوني تاني. طب بصي يا بنتي، انا هجاوب على حضرتك. بصي يا استاذه هدى، انا لو بتساليني يعني، انا لما حد يجي يعمل معروف وخاصه من صله رحمي ومن اهلي، اهلا وسهلا بيه. بس ايه اللي حاصل؟ محدش هيقدر يخترق حياتي الا بمزاجي. انت لو حد يجي يتدخل في حياتك امنعيه، قولي له ليس معنى ان انت بتحاول ان انت تتقرب الي ان انت تفسد حياتي. ما تسمحيش لحد ان هو يفسد حياتك، ما تسمحيش لحد يضربك، ما تسمحيش حد يهينك، ما تسمحيش لاي حد، وخليكي قويه كده، انت معاكي ربنا. ما تخافيش ان حد يقول لك، قولي له لا ده لا يجوز شرعا، وانت مش من حقك، انا ست متجوزه، انت ليس عليك علي اي حق، ولا حد ليه حق على ان يضرب حد بالاذى ولا يوصل له الاذى. فانت منعيهم من ان هم يتدخلوا في حياتك، ومنعيهم كمان ان هم يمارسوا العنف معاك، مش من حقهم، حرام عليهم. وسمعيهم الكلام اللي انا بقوله، حرام عليهم ان هم يمارسوا اي شكل من اشكال العنف معاك. واضح يا استاذه هدى؟ وده صحيح. اتفضل استاذه هدى. استاذه هبه تتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا استاذه هبه. ممكن يا استاذه هبه بعد اذن حضرتك تكرميني بانك انت توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون؟ طب ممكن انت تغضبني وتدعيلي دعوتين حلوين بقى كده؟ حاضر ان شاء الله، ربنا يوسع عليكي ويرزقك ويفتح عليكي ويكرمك ان شاء الله ويريح بالك وان شاء الله ويكبر خاطرك ان شاء الله. يا رب. اللهم امين. اللهم امين يا رب. يا رب ان شاء الله. ماما عايزه اتكلم حضرتك بس، ممكن؟ اتفضلي. مع حضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحبك قوي وبحبك قوي والله. ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركه. بدعيلك والله. بركتكم يا حاج. ربنا يخليك. انا زوجي ميت بقاله 38 سنه، وبربي اولادي ولدين وبنتين، جوزت بنت ولسه الثانيه. يعني بطله يا حاجه موهبه. فقافله عليا وقاعده كل حياتي لاولادي، عايزه اعرف جزاي عند ربنا ايه عشان اولادي يسمعوا بس. انت جزائك ان انت تدعي لي، لان انت اللي انت عملتيه ده يخليكي في درجات الصابرات، ويخليكي في درجات اللي بذلوا وعاشوا حياتهم مليانه بالايثار ومليانه بالمحبه. اوعي ابدا تتوجعي ولا تحسي ان حد كان المفروض يديكي، لان ربنا سبحانه اداكي المدد، وكان ده البشره اللي اداها لك. هو ما لما خلاكي ادالك المدد تعيشي على لاولادك وتعيشي في الخير والبركه دي 38 سنه، ده كان بيبشرك بان هو هيعدي لك ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا حاجه موهبه، الناس اللي مثل حضرتك محتاجين ان احنا طول الوقت نطلب منهم ان هم يدعوا لنا، لان الحال اللي هم فيه ده حال بركه ونور، وبلا شك ان هو حال قريب من حال الولايه. ربنا يكرمك ويجعلك ان شاء الله في خير حال، ويوسع عليك ويكرمك ويبارك لك، وان شاء الله ربنا يجعلك في خير حال يا حاجه موهبه. السيده ام محمد تتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ، عامل ايه؟ فضل ونعمه الحمد لله. عايز اسال حضرتك على حاجه كده محيراني شويه. ربنا ما يجيب حيره. انا ساكنه في عماره. طيب. وفي عماره جنبي فيها كلب لمؤاخذه يعني. طيب. الكلب ده بيعوي ساعة الأذان بالظبط. اه. والظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. لكن ما بيعويش ساعة الإقامة. ساعة الإقامة لا، وقبل أذان يعني الفجر. أنا كنت منتظر أسمع صوته دلوقتي، لكن هو في ساعة الإقامة لا، هو كان بيعوي والأذان بيأذن. يعني يعوي في ساعة الأذان بس. بس، وقبل أذان الفجر حضرتك. طيب. قبلها بربع ساعة يفضل يعوي. طيب. وعاوي يعني حضرتك تتخض من صوته. طيب. بس ده اللي انا بسال حضرتك، انا عايز اعرف ايه اللي في الكلب ده اللي بيخليه يعمل كده؟ ولا حاجه، بيذكر ربنا. الكلب ده بيشكر ربنا؟ اه والله بيذكر ربنا، هو انت فاكره ان الكلاب ما بتذكرش ربنا واحنا عشان ما بناكلش الكلاب؟ اما الكلاب دول بيذكروا ربنا. يعني هو عاوي ده ان هو بيذكر ربنا؟ اه، واحد بيذكر ربنا وحاسس بنعمه ربنا اللي خلقه. بس بطريقته هو مثلا. اه طبعا.
طيب حضرتك ربنا يفتح عليك يا حاجة أم محمد. يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا عن الأدوار الزوجية وازاي نتوافق على الأدوار الزوجية. أرجوكم ما تعتبروش ان اي خلاف على مين كان يعمل ايه او مين ما يعملش ايه ده نهاية العالم. احنا نقدر نتوافق، ونقدر كمان كل واحد فينا يخرج احسن ما فيه. لما نتوافق على الأدوار الزوجية احنا بنضع في البيت مدد ربنا سبحانه وتعالى، ونشوف تدبيره لحياتنا. اتفقنا على الأدوار الزوجية مش تقليعة، ولا اتفقنا على الأدوار الزوجية دي حاجة جديدة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان محدد لنا ان الأدوار الزوجية دي هي اللي بتخلينا عندنا كرامة، وتخلينا مقدرين يعني ايه بيت. حضرة النبي اللي قال لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، كلنا مسؤولين، البيت مسؤوليتنا. فتعالوا نتعاون عشان نتلقى مدد الله سبحانه وتعالى، ونتلقى السكينة والمودة والرحمة، ولكن بحب، ولكن بمشاركة، ولكن بتعاون، ولكن بتكامل، عشان البيت يفضل مليان حمد الله وشكره على نعمة الزواج، ولأنه جمع اتنين أحبة يمكن كل واحد فيهم يعبد الله في محراب جديد اسمه نعمة الله، اللي ساعات بتتسمى زوج وساعات بتتسمى زوجة. يا رب كرمنا واجعلنا يا ربنا شاكرين لنعمتك، واجعلنا على الدوام يا رب نفهم عنك بأن نعمتك لابد أن تصان، ولابد أن يبذل إليها كل ما في وسعنا، لكي تكون بابا من أبواب الرحمة والخير والجمال التي تحبها يا رب العالمين. أكرمنا برشدنا وبمددك على الدوام يا أرحم الراحمين.